بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المباركون، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا ويسر وأكرم وهدى هذه الدورة العلمية الرابعة المنعقدة في رحاب المسجد الحرام بفضل الله وتوفيقه، هي الرابعة هذا العام سنة 1436 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدورة العلمية الرابعة هذا العام تحمل عنوان منسب عظيم أقبلت الأمة إليه ولم تزل نفور الحديد تفن من أجله، فقه الحج في قوم النصوص والقواعد والمقاصد. تحمل هذه الدورة العلمية الرابعة موضوعات متخصصة نوعية في فقه الحج ومناسكه، فيما اشتملت عليه النصوص الشرعية والقواعد المعتبرة ومقاصد الشريعة الغراء. تحمل موضوعات تتناول لوازم الحج وأحاديث الحج وآيات الحج، وتحمل أيضا مقاصد الحج الشرعية. هذه الحزمة المتكاملة من فقه الشريعة في هذا الباب العظيم والمنسب الكبير جاءت متوجة لسلسلة من الدورات العلمية التي تقدمها الرئاسة العامة في شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفضل الله تعالى وتوفيقه، فرعية بتوجيهات وعناية حقية مع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز السديس وفقه الله تعالى، الذي كان ولم يزل ينقل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله وسدده ورعاه في العناية بهذا الباب الكبير العلم الشرعي ورثه ولحام بيت الله الحرام لتحقيق الرسالة الربانية العظمى. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، وما من شك أن الهداية الشرعية متمثلة في جملة من المعاني أهمها وأعظمها نصوص الشرعية وأحكامها المتعلقة بمناسك العبادات. هذه الدورة التي تقدمها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد للمسجد الحرام كغيرها من أخواتها الدورات السابقة تحظى بفضل الله بمشاركة نخبة من أهل العلم من أعضاء هيئة كبار العلماء ومن أصحاب الفضيلة القضاة ومن مدرس وأئمة المسجد الحرام كوكبة من أهل العلم وهم فلة من الخيرة الذين يستفاد من علمهم، ويجب طالب العلم رؤيته في الجلوس بين أيديهم. هذه الدورة هي خاتمة العلم بفضل الله تعالى في سلسلة دورات هذا العام، وسيتبعها دورات علمية متتابعة بإذن المولى جل وعلا طالما ظلت الرئاسة حريصة على رفع هذه الغاية العلمية ونشرها بمشاركة هذه الكوكبة والنخبة الخيرة من أهل العلم الذين يبذلون علمهم في رحاب بيت الله الحرام. أيها الإخوة المباركون، تنشيط هذه الدورة وافتتاحها في كلمة لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله ورعاه، والذي وإنها به الموضع في عاصمة المملكة بالرياض، إلا أنه حفظه الله أبى إلى أن يشارك أبناءه طلبة العلم في هذه الدورة في أول أيامها، ومشاركته في تنشيط افتتاحها بكلمة من سماحته يحث فيها أبناءه طلبة العلم على المشاركة في هذه الدورة والاستفادة. وما سنسمعه من توجيهات وصينة ودور يتوج بها حفظه الله هذه الدورة سنستمع بعد قليل إلى كلمة سماحته باتصال هاتفي تستمعون فيه إلى توجيهات سماحته، ثم يعقب ذلك أيضا اتصال آخر يدشن فيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويس، الذي أيضا كان فروض عمله وارتباطاته ألزمته أن يكون خارج مكة اليوم، وإلا كان حريصا حفظه الله على المشاركة بحضوره شخصيا، إلا أنه كذلك أصر على المشاركة أبناءه هذه الكلمة في افتتاح الدورة. دقائق أيها الكرام حتى ينتهي الاتصال ونستمع إلى كلمة من سماحة مفتي عام المملكة
مستقيم من فضيلة الشيخ الدكتور فيصل الزاوي اللقائي حتى تنتهي الى ترشيح الكتاب ثم نستعرض الى السبع حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحابته وعلى من تبعهم باحسان وسار على نهجهم الى يوم الدين. فاني اشكر الله جل وعلا واحمده وحده 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 واشكره على رب الكرم واشكره على الهيئه هذه الدوره العلميه في الحرم الشريف على السنه. Thank you.
بصيرة، أنا ومن اتبعني وسمعنا الله وما أرسلين. فالدعوة إلى الله لا بد أن تكون على بصيرة، والبصيرة أن يعلم الداعي كيف يسمع دون الله، كيف يغاضبه، كيف يصبر عن ولده، كيف يتأثر بأفكاره عن النابل. Thank you.
العلم في نشر العلم النافع والمعرفة بشتى أنواعها في هذه الليلة إلى الحرام. أما لولاة الأمر وفقهم الله على سبيل عنايتهم وسائر عنايتهم لكل ما يتصل بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما لا سيما في رسالة المعنوية والأعمال المعنوية في نشر العلم النافع والعمل الصالح في جنبات بيت الله الحرام ونحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزاهم الله خيرا وجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة مضاعفة مكسبتهم. أيها الأخوة الكرام، إن من أهم مهام صلاحيات وأعمال الرئاسة العامة بدون المسجد الحرام والمسجد النبوي نشر العلم النافع من خلال الدروس العلمية، من خلال الخطابة، ومن خلال هذه الدورات العلمية النافعة التي تفيد المسلمين عامة